وهسه راح اصنع اقوى سلاح بماينكرافت. شوف واو، شوف هاي التطويره. السلام عليكم، شو مشواركم؟ وياكم مهدي من قناة وقا. وقبل كل شيء لا تنسون تشتركون بالقناة، تضغطون لايك وتفعلون جرس الإشعارات، كسروا زر اللايك. شباب بنات، شوفوا هذا السيف اللي عندي، أقوى سلاح بالعالم. شوفوا مثلا، ويه شوفوا السيف هذا يعني مو قوي. اليوم بس لحظة، راح أكل. اليوم راح أصنع أقوى سلاح بالعالم. هذا السلاح مستحيل تشوفوه مثله. هذا السلاح راح أسوي هذا الفيديو كامل فقط إله، لأن يحتاج شوية وقت ويحتاج كمية موارد مو طبيعية، وراح يتعبني بس تستاهلون. اليوم راح تشوفون أقوى سلاح بالعالم. السلاح يحتاج تطوير قوي، بس لحظة موت. شوف السيف بطيء، السيف مو قوي. طبعا هاي نافورة الموارد سويناها بالفيديو السابق، شفتوها أكيد، ان شاء الله عجبتكم. المهم طبعا شباب بنات، السيف اللي اليوم راح اصنعه او السلاح اللي راح اصنعه يحتاج يعني تعب شويه، بس تستاهلون. راح اشوفكم اليوم اقوى سلاح بالعالم. شباب بنات، قبل كل شيء اريد من عندكم تشتركون بالقناه، تضغطون لايك وتفعلون جرس التنبيهات. حلو حلو. هسه احتاج الموارد اللي لازم اصنع بيها السلاح السري. هذا السلاح مو سلاح، يعني نقول سيف قوي يخليني اقدر اقتل الوحوش بضربه واحده. حلو، هسه احتاج بس لحظه، مثل ما تشوفون هاي الموارد اللي عندي. طبعا اليوم راح اسوي رحله كهفيه، رحله بسيطه اجيب بيها الموارد الاسطوريه. بس لحظه، هسه لازم اصنع شو اسمه. حلو، طبعا شباب انا ترتبت اموري. هسه لازم اكتب اول 3 اسماء اليوم عندنا. طبعا نسيت اقول لكم، اليوم راح اكتب 3 اسماء اسطوريه في جزيره المشتركين الطائره. طبعا شباب بنات، اذا تبدون اسماءكم تدخل لايك اشتراك. مثل ما تشوفون شباب بنات، هسه راح اكتب اول اسم اليوم عندنا من الاسطورة، دمعة رقية، مبروك. والاسم اللي بعده من الاسطورة، اكس قيمار، مبروك. والاسم اللي بعده او اخر اسم من الاسطورة الرهيب المدمر، علي طاهر، مبروك مبروك كلكم، مبروك لكم. طبعا شباب بنات، اذا تردون اسماءكم تدخل بجزيرة المشتركين الطائرة الاسطورية. كل اللي عليكم تضغطون لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات، واهم شيء تشتركون بالقناة الاولى وتشتركون بقناة الثانية. حلو حلو، انا مسوي مسابقة، كل ما نوصل 500 لايك اكتب اسم واحد، نوصل 1000 لايك نكتب اسمين، نوصل 1500 لايك نكتب 3 اسماء. يلا هسه ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة الاولى وقناة الثانية. يلا، وهاي الحركة الرهيبة لعيونكم. يلا وي، حلو. هسه خلينا نرجع على موضوعنا، الموضوع المهم. طبعا تعليقاتكم اهم يا احلى ناس، بس اليوم اريد اصنع اقوى سيف بالعالم. المهم شباب بنات، هسه راح اجيب الدايموند. الدايموند هسه قالوا لي شو لك بيه اوغا؟ انا راح اقول لكم، اول مرة احتاج اصنع السيف الاسطوري. هذا السيف بسيط عادي مو مهم، بس راح اسوي له فد حركة تخليه قوي. ها ذكرت شغلة، هم احتاج اصنع لي بيكاكس، لان البيكاكس اريد اكسر بيه الاوبسيديان. حلو شباب بنات، حاليا انا جهزت وضعي وما عندي دايموند، احتاج شوية دايموند، لذلك راح اسرق زيرو جيمر. والله زيرو جيمر صاحب المواقف الصعبة، دائما اسرق من عنده بس ما يحكي كذب، مو ما يحكي، يهددني بالخاص. والله اذا تردون اشوفكم محادثات. المهم شباب بنات، زيرو جيمر دائما يهددني، يقول لي ممنوع تسرق من بيتي. والله هذا البيت صار لي، وبعد لو تموت ما ارد لك يا ورع. المهم شباب بنات، لحظه بس خلص. والله حلو هاي الموارد مالته القديمه اللي انا سرق. طبعا شفتوها بالحلقات القديمه سرق. بس لحظه، والله هاي شو اسمه زيرو جيمر انت ما تحتاج، انا شويه فقير محتاج بعدني جديد، وهذا البوكيت مال مايها ما تحتاجه. زيرو جيمر اذا تجي لي بالخاص تقول لي رجعهن، والله ما ارجعهن. شباب بنات، نسيت اقول لكم شغله، زيرو جيمر دائما يهددني، شو اسوي له؟ والله فجر بيته. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. هسه صنعت لي بيكاكس وصنعت لي سيف، هسه راح ارتب وضعي. تمام، هسه رجعت اللي ما احتاجه لان خاف اموت. اليوم راح اروح اخطر مكان بالعالم. المكان هو، بس لحظه خلي اجيب بوكيت مال ماي، هذا بوكيت مال ماي، خلي اترسى ماي. واقول لكم اليوم ايش راح اسوي. حلو، انا قلت لكم بدايه الفيديو راح اصنع سلاح قوي او سيف قوي يخليني هذا السيف اقتل الوحوش بضربه واحده. حلو حلو، حاليا انا مرت جاي اسوي مو البيكاكس، اريد اخلي السيف الايرون، لان السيف هذا الدايموند يحتاجه حاليا. حلو، هلا والله لقيت القروي، والله وين ما اروح اشوفكم. هلا عمو شلونك، هلا. موت موت، والله مو يمكم، اسف اسف عمو، اسف اسف. المهم
المهم شباب بنات، طبعا هذا الكهف اكيد شايفيني رحت له قبل. المهم راح اجي اليوم اجيب يعني حجاره صليبه، ما ادري ايش يسمونها. والله الماي رهيب. يلا واحد اثنين وي، راح اموت. لا عبالي اليوم راح اجمع شويه اوبسيديان. المهم شباب بنات، بهاي الاثناء انا جاي اجمع اوبسيديان، تعرفون راح ابقى 100 سنه. خلوا اسولف لكم سالفه حلوه. لا تنسون تشتركون بالقناه وتضغطون لايك وتفعلون جرس التنبيهات. حلو، جمعت لي 4 اوبسيديان. هسه لازم اطلع من هذا الكهف الورع. كهف ما بي موارد، مليت من عده. جيت لمليون مره ما لقيت بي، يمكن بس 6 دايمود ما ادري ايش قد. والله كهف مو زين، اكتبوا لي بالتعليقات شلون القى الدايمود، يعني باي ارتفاع. والله مليت. زيرو جيمر يقول لي ارتفاع 20. مليت. المهم بس لحظه خليني ارجع. يلا والله المنطقه صارت ظلمه او الدنيا ليل، طولت بالكهف. المهم بس لحظه خليني ارجع، والله المكان مخيف. المهم شباب بنات، وصلت لمنطقتي. هسه راح اسوي شو يسمونه نسيت. بس لحظه الباب لا يجي لي السكلتون، شو اسمه العنكبوت، كان يركض وراي. المهم هسه احتاج اسوي والله ها عندي دايموند، احتاج كتاب. حلو زين، الكتاب هذا لازم مطور له. شنو وين الكتاب؟ شلون اصنعه؟ والله ما ادري، اول مره اشوفه. شايفه قبل للامانه بس ما اعرف اصنعه. لحظه وينه؟ ها شباب بنات، طبعا احتاج شويه جلد. طبعا زيرو جيمر شكرا لمساعدتك، كذابانه تعلمت بحثت باليوتيوب. المهم بس لحظه، وهاي هنا نحتاجها هذا الجلد. حلو صار عندي 11 جلد مال بقر، ما ادري طلي ما ادري وين ادري. المهم بس لحظه هسه شلون اصنع؟ نسيت وين الكتاب. الكتاب حلو، هذا الكتاب. احتاج ورق، الورق شلون اصنع؟ بس لحظه خل افكر. ها احتاج قصب سكر. شلون مصيبه هاي؟ بس لحظه، اول شغله بس لحظه شنو الموارد اللي ناقصتني؟ ها احتاج فقط قصب سكر. بس لحظه اول مره خليني انام. طبعا شباب بنات لايك. شباب بنات ضيعت البيت مالي وما لقيت قصب سكر. والله الغابه هلا قصب سكر. حلو هلا بالحظ الاسطوري. تصدقون البيت مالي صار كلش بعيد. والله مزيان لقيت قصب سكر، مليت ارتنها حتى التصوير والغى حتى الفكره. مستحيل الغيه، بس يعني يقول ما لقينا قصب سكر، اسويها على فيديو ثاني. المهم هلا بقصب السكر الاسطوري. تتوقعون هذا شلون اصنع الورق؟ والله ما ادري وين هو قصب السكر هذا، اعتقد لازم احلله. ولك لا يا الورع، شو سويت انا؟ هسه لازم القى قصب سكر ثاني، وصار يمكن نص ساعه. شلون الورطه هاي؟ محترف اي، اكتبوا لي بالتعليقات صاير محترف، اوكي صاير محترف. المهم ادور قصب سكر وارجع لكم. مليت واخيرا لقيت قصب سكر. تعال قصب سكر، تعال لك. والله قصب سكر صار نادر هالايام. انتم ملاحظين شغله؟ من تحتاج شغله او تحتاج شيء تبحث عنه ما تلقاه، سبحان الله. اذا ما تحتاجه تلقاه قدامك بكل مكان. بس لحظه خل استكشف هذا المكان، والله المكان رهيب. والله المكان كلش رهيب او اسطوري. تردوني اسوي مكان السيرفر بهذه المنطقه؟ والله ما ادري. هلا بالاسطوره، لقيت قصب سكر جديد. تعال هلا بيك، والله اليوم حظي رهيب. هلا طبعا انا هم زين لقيت قصب سكر ثاني. طبعا ضعت بالمنطقه هاي. والله هلا وين راح قصب سكر؟ تعال ليك ورع. والله النهر كلش حلو بهذا الريسورس باك. المهم شباب بنات، حاليا راح ارجع لمنطقتي. والله المكان كلش بعيد، واتوقع راح اطول. شوفوا البيت ايش بعد. المهم ارجع لكم شو صايره. المهم واخيرا رجعت لمنطقتي شباب بناتي، وطولت عليكم. ما اعرف يمكن هسه الفيديو وصل 40 دقيقة، بس لعيونكم راح اخففه بالمونتاج اقصص. حلو هسه بس لحظة، هسه احتاج الدايموند وراح اشوفكم التطوير الرهيب، اقوى سلاح بالعالم. والله طولت عليكم، بس لحظة شو اصنع؟ ها نسيت اول شغلة اللي هي شنو هاي؟ والله ما ادري خربطتها. هسه اول شغلة لازم اصنع الكتاب. الكتاب اعتقد شلون اصنع الورق؟ والله ناسيه. بس حلو ذكرته. هيك نصنع الورق. والله ما ادري احتاج قصب سكر هذا ولا لا، ما ادري ما راح اسوي كله. ها ذكرت شغله ثانيه، شلون اصنع الكتاب؟ ها ذكرت هيك، والله ناسي شلون اصنع. هواي شغلات ناسيها. حلو لانه ما اعرف العب، انتم تعرفون تلعبون، علموني. اكتبوا لي بالتعليقات علموني اشياء رهيبه اسطوريه. حلو هسه سويت الكتاب، وهسه راح اسوي اله التطوير. والله من زمان ما مسويها، كان كل مره زيرو جيمر هو اللي يسويها. زيرو جيمر والله مشتاق لك. كذب. المهم هسه سويت الاله راح اسويها، مو سويتها. حلو شوفوا اتحداكم تسوون. والله صار لي فوق ال 40 دقيقه على هذا الفيديو بعد ما مخلصه. حلو هسه سويت اله التطوير، جاهزين حتى اشوفكم اقوى سلاح بالعالم. بس لحظه احتاج اللابز لازلولي، مدري بزبزبزبولي مدري شو اسمه. حلو هذا اللابز
وهذا السيف الاسطوري. يلا جاهزين للتطوير الاسطوري؟ ثلاثة اثنين يلا يلا جاهزين. خلي يشوف التطوير الرهيب، اقوى سلاح بالعالم، مستحيل تشوفه مثله. وبس لحظة يلا خلينا ويشوف بس لحظة شنو تطويره. واو شنو هاي التطويره؟ والله تطويره مال منواب. شنو هاي التطويره؟ ليش ليش صارت هيك؟ بس لحظة خليني اجرب. بدأت تمطر، والله مبين سلاح مو قوي. بس لحظة خليني اجرب بهذا الدجاجة. لا مو دجاجة، اسمه خرب. تعال عمو هلا موت. والله السيف قوي. والله السيف قوي. والله ما ادري شنو تطويرته، انا ما اعرف ولا زيرو جيمر يعرف. بس لحظة كتبوا لي بالتعليقات شو اسمه هذا. تعالوا موت موت لك موت. والله السيف مو قوي. بس لحظة خليني اشوفكم التطويرة مالته شو اسمها. كتبوا لي بالتعليقات قوية لا والله ما اعرف. شباب انا هاي التطويرة اتمنى ما تفشلون، ان شاء الله تطلع تطويرة بها حظ. والله ما ادري شنو هاي. وبنهاية المقطع لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتفعلون جرس التنبيهات. شباب بنات قناتي الثانية بالوصف، اشتركوا بها، وحسابي بالانستغرام هم بالوصف، سوولي فولو او متابعة. واحب اقول لكم بس وشنو بس وبس، مع السلامة.